حسب يعني الناس كلها ازواج ده حياة اكو حقيقة يا حياة هذا جدر يعني الريحة الطيبة احنا بنقول الريحة معدة وريحة شهد بالله انتوا قصدني يعني ربتوا تطلعون الله حمودي انت مسوي رجيم لا الله فتشيك تحبين خليني انا مو صلح وياه صح انا هم مو صلح يا معود فتحي جدر وروح طلعت ها احذري لا ريحه الدومي ريحه الدومي حياتي نشكرك حبيبه قلبي اعتبري جدر كله رايح زين ما سلمنا كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير صحه وسلامه والرزق ان شاء الله يا رب هاي الرزق ان شاء الله شوفي ماكو مكان افوت واكل بيده ما هاي الرزق خليني انا خليلك بصي هاي اعلان لنفسك بعد والله هي سقايه خليلي سقايه وباذنجانايه يا لو انتوا تدفعون فلوس منها ما في عيد على الفلوس صدق بيش اخذ بيدي هذه اي هلا كل شيء انا راح اراعي نقطه انه انت مسويه قسم عليه زين احمد خلي ابد ابد ما اكل ليش دهن يعني احد لا الريحه وشوف هذا المنظر من فوق ما اريد اضعف ثلاث رجلين انا عاشت ايدك انا اللي ما اكله راح اكل وحده لا لا هاي انت تسويها بالبيت ما حد يساعدك اريدكم سوى لا لا برنامج مال الطبخ لا مو طبيعيه مو طبيعيه ما شاء الله انا سويت قاسم انا واحد حمره حامضه وميعه انا اللي حصتي الاسد شوف شو راح اخلي اها مال وحده ما متغديه اه زين والله عاشت ايدك ست ناس مهمة يعني والله هي عاشت ايدك لان يعني احمد ما شاء الله يعني ما ياكل سوى رجيم قال لي ابيدك ابيدك احمد خلي احمد قبالي جامد والله كل مره طلعوا وياي بس مو بيوم الاوف مالته زين عندك وصفه خاصه بالدولمه يعني عارفين عليها اشياء بعد ما الحق احكي له والله ما ادري بعد انت بكيفك علي انا حامضه الملوحه زين ماي حمراء لاشعه يعني شنو اللي تريدين بيها كل الانواع خلي بيها الباقي اللي اخلي الاطلوع اخلي العضوض سويتي انت عارف امشي ليش بنت مو عيني صارت ابوذيه جواب الله الله بس انا انصح كل ام بيت اللي تريد تسوي دومه ورا ما تلفيها وتكمليها تخليها على نار هاد بالبدايه عاليه زين بعدين تصير لا تخلي لها اي نقطه مي لا. لان هي راح تذب المي مالتها وتطلع لك وحده وحده مثل هاي البصلايه يعني يحتاج عنايه وهاي الامور انا احكي له اكل من دول قلبكم لا تهوني اكثر اكله تحبها من ايد الوالده السمك السمك يعني مدمن سمك قصدك مطبق السمك لو المسبوك لا هي تسوي شوي لو تسوي تقلا لها تتبيله خاصه اي طبعا زين انت هم مجرب واقف على الطباخ وحارق لك قد اكله لا لا انا محترف على الطباخ والله بس بالبيض زين علاوهم خلينا نطالبه بعزيمه مثل ما بعزمكم على بيض سليق هو قلت له تطي عيديه قال لا لو مو شايف فضحتني اقول له ما بتعمل عندنا غير مكان اكل بعد عندنا بعد لي قدام كوبات السرعه اي فدولي خليت مجانا انا زين على نسمه قدامكم راح ترجع تسمن مره ثانيه ما ارجع كل شيء ما ارجع ابد صديقاتي كلهم رجعوا الا انا ما ارجع دا انقسم دا ما اعرف اي والله علاقتي شويه كل شلون بعد العمليه بعد العمليه لا وين بس باو عليهم انت عشره قديمه ولا كل مو موت عليهم لا هي تقول بس باو عليهم عيب عيب ما يرد الكريم الا البخيل حبيبي قلبي تسلمي يلا عيني انطي فلوس للبنيه لا انا بعافيه وما لا تدلل صدق شريف تدلل تدلل في دول قلبك يا حبيبتي بيش الماعون بلاش لا في دول قلبك والله هذا كلام مش كافي